كان الحدث الرئيسي في هذه المباراة. صحيح. تركي محسن كان الوجه الأبرز في الشوط الثاني بصوابية قراراته أو أخطائها. كابتن جمال الشريف أرحب بك مرة أخرى وحدثنا عن التحكيم وضربات الجزاء والبطاقة الحمراء في هذا الشوط الثاني. طبعا طاقم تحكيم إيراني هذه المباراة الأولى له. أنا أعتقد مباراة كانت صعبة وصعبة للغاية وبلغت درجات من الصعوبة، وقبل الحكم كثير من التحديات في كثير من الأحيان، وكان شجاعا في كثير من القرارات، لكن أعتقد أحيانا الشجاعة والأجواء المفرطة بالضغوط قد تؤثر أحيانا على الحكم الذي يحتاج حتى يتجاوز هذه الضغوط إلى كثير من الخبرة للتعامل مع الضغوط الشديدة التي تعرض لها، خاصة بعد احتسابه ركلة جزاء للمنتخب السوري. طبعا سنبدأ بالحالة الأكثر أهمية، هي الحالة المفصلية، الحالة المفصلية، الحالة الهامة التي تحمل بشجاعة بالغة الحكم محسن تركي، تحمل قرار احتساب ركلة جزاء وقرار الطرد، وأغفل أو تجاوز عن الراية المرفوعة من قبل الحكم المساعد الذي كان من واجبه أن يرفع، لأنه لا يستطيع أن يحدد من هو آخر من لعب الكرة أو لمس الكرة. طبعا الكرة كانت هناك هجوم ضاغط من اللاعبين السوريين، سنحريب ملكي هو خلف حارس المرمى، الكرة تذهب باتجاهه وهو في موقف تسلل، عندما ردت له كان هنا في هذه اللحظة الحكم المساعد من واجبه أن يرفع الراية، طالما لم يستطع أن يحدد من هو من لعب آخر من لعب أو لمس الكرة. طبعا في هذه اللحظة أرجو أن نتريث قليلا، لا نستعجل، نتريث هذه اللحظة. طبعا هناك لاعب من الفريق السوري في موقف تسلل خلف حارس المرمى، هو في موقف تسلل، الكرة يمكن أن تذهب مباشرة باتجاه المرمى. هذه اللحظة هي لحظة صراع بين فراس الخطيب وكونو اللاعب الياباني رقم 4. أنا أعتقد طبعا الحكم كان هو أقرب شخص لتقييم هذه الحالة ومعرفة آخر من لعب الكرة، هل هو لعبها اللاعب المهاجم؟ إن لعبها المهاجم وفراس خطيب باتجاه سنحريب ماركي فهو في موقف تسلل، لأن آخر من لعب الكرة لاعب من فريق الزميل. لكن أنا أعتقد وكما نحن دققنا للغاية حتى نستطيع أن نصل، طبعا الحكم كان له قرارا قاطعا بأن آخر من لعب الكرة هو مدافع الياباني، وبالتالي الكرة جاءت من الخصم ولم تأتي من اللاعب الزميل. إذن اللاعب في هذه اللحظة عندما تلقى الكرة وسنحريب ماركي سيتلقى الكرة كان ليس في هو في موقف تسلل، لكنه آخر من لعب الكرة اللاعب الياباني، وبالتالي هو يستطيع أن يحاول باتجاه الكرة ويسجل. إذا هذا يلغي التسلل، طبعا تبريرة المنافس تلغي التسلل 100%، هو في موقف تسلل لكنه جاءت الكرة من منافسي من اللاعب المدافع، وبالتالي هذه في هذه اللحظة طبعا قام حارس المرمى كاوتشيما بعملية العرقلة، والكرة ذاهبة باتجاه سنحريب ماركي الذي يمتلك فرصة تسجيل كاملة، المرمى مفتوح وخالي. طبعا هنا الحكم مباشرة عندما رأى راية الحكم المساعد حسن قمراني فاز طلب منه بأن يخفض رايته، وأنه مقتنع تماما، وأشار له بعدم وجود أي حالة تسلل، لأن الكرة آخر من لعبها هو اللاعب المدافع وليس اللاعب المهاجم. كما ذكرنا دققنا بشدة حتى نستطيع أن نصل إلى ونكون دقيقين ومحايدين في هذه اللقطة. بالفعل أن اللقطة عندما اقتربنا طبعا لم يكن لدينا صورة جيدة للحكم النهائي، استخدمنا التكنولوجيا فاقتربنا بالكرة، من أجرينا عملية اقتراب من موقع اللاعب تكبير للصورة، تبين لنا بأن اللاعب الذي يرتدي الحذاء الذي قدمه أزرقاء بمعنى الفريق الياباني وحذاءه أسود هو الذي آخر من لعب الكرة وليس في صالة خطيب الذي كانت قدمه خلف قدم اللاعب المدافع. إذن قرار الحكم الساحة الذي كان قريبا تحمل بشجاعة لا شك، هذا قرار صعب لأنه قرار مركب، أولا قرار فيه أكثر من حالة، سيتجاوز راية الحكم مساعد، سيحتسب ركلة جزاء، سيطرد حارس المرمى، قرار غاية في الصعوبة تحمله بشجاعة، قرار غير وجه المباراة 100% طبعا أجرى تحول. لكن أنا أعتقد طبعا هذا القرار الصعب يحتاج طبعا سيتعرض الحكم لضغوط حتميا، وتعرض لضغوط شديدة، أعتقد بأن هذه الضغوط ساهمت أعتقد بأن القرار لم يكن دقيقا في الدقيقة الثمانين، ركلة الجزاء اليابانية في الدقيقة الثمانين التي حيث كان أوكازاكي الذي كان بين علي دياب وبين بلال عبد الدايم
نلحظ هنا الكرة كانت طويلة جدا، ومن ثم الحكم طبعا يحاول التحرك، اقترب لحظة الاحتكاك أو المنافسة على الكرة داخل منطقة جزاء، احتسب ركلة جزاء. أنا أعتقد بأنه تأثر، أعتقد أنه تأثر بالضغوط. سنلحظ هذه الحالة هنا، لاعب رقم 3 علي دياب، الكرة تجاوزته، عادت تحت سيطرة اللاعب الياباني الذي يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ عليها أو استخلاصها. هنا محاولة، طبعا ليس هناك أي حالة مسك، اليد هذه الممدودة على الجسم ليست أي حالة مسك. يأتي من مكان آخر بلال عبد الدايم، هنا بلال عبد الدايم يستطيع قبل أن يقوم بعمل أي عملية احتكاك يستطيع أن يلمس الكرة برأس قدمه ويحول مسارها بعيدا عن المهاجم، وبالتالي في هذه اللحظة لا يستطيع هنا بلال عبد الدايم إعادة ساقه الممدودة. طبعا تمت الصدام فيما بعد وسقط اللاعب داخل منطقة جزاء، وبطبيعة الحال هذه كرة القدم عندما تستطيع أن تنافس وتصل إلى الكرة فأنت بعد ذلك لا تستطيع بنفس لحظة أن، طبعا هنا ليس هناك أي مخالفة على كلا اللاعبين الياباني المهاجم والمدافع السوري. هنا قادم من بعيد بلال عبد الدايم يطيح بالكرة برأس قدمه، بعد ذلك نلحظ حتى هذه اللحظة لم يكن عملية احتكاك، بعد ذلك يتم عملية الاحتكاك البدني بالقدم أو الساق الممدودة فيسقط اللاعب الياباني. طبعا الحكم في هذه اللحظة، هذه تحتاج إلى دقة متناهية، تحتاج تركيز عالي، والتركيز عندما يكون هناك ضغوط وسوف تخفض من حالة التركيز، وبالتالي هو سوف يشاهد في تلك اللحظة أن هناك لاعبين انقضا على اللاعب المهاجم واللاعب سقط داخل منطقة الجزاء وهناك حالة احتكاك، فلا يستطيع. طب بعكس الحالة الأولى التي كانت تحتاج أيضا تركيز وكان دقيقا بها، وطبعا نحن لا نتحدث هنا إلا بحيادية تامة أكيد عن هذا الموضوع أكيد، لأن هذا شيء مهم ومهم جدا، نحن لا نغير النتيجة شيء مهما قلنا، هي عبارة عن آراء فقط. طبعا هذا بالنسبة للحالتين المهمتين اللتان غيرتا في مسار المباراة، أولا أعادت التعادل إلى الفريق السوري ومن ثم عاد إلى المباراة، لكن جاء الهدف بعد ذلك بعد 10 دقائق تماما، كانت ركلة جزاء الثانية التي أطاحت بأقل حتى بعد حوالي 6 دقائق. نعود إلى الحالة الأولى في الدقيقة 35، وطبعا هذه حالة الهدف الأول لليابان، الهدف الأول الذي تم احتسابه. أنا أعتقد بأنه، وأنا أشاطر الكابتن محمد عبد الجواد رأيه في هذا الموضوع، بأن هناك اللاعب يستطيع طبعا هذه اللحظة، طبعا هوندا هو الذي يقوم بعملية الدفع، نلاحظ أن هوندا الكرة أقرب إليه يلعبها إلى زميله ويدفع عبد الرزاق الحسين بالجسم. دائما عملية أنا أستطيع أن أحجب الكرة أو بمعنى أحمي الكرة أو إذا كنت قادر على أن ألعبها، يعني بمعنى ذلك يجب الجسم يتحرك باتجاه لعب باتجاه حماية الكرة، الكرة ذهبت باتجاه آخر مخالف لاتجاه المدافع المهاجم آسف الياباني الذي تحرك باتجاه المهاجم المدافع السوري الذي يحاول الذهاب باتجاهه. نلحظ هذه قد تكون الأكثر، وبهدوء أرجو أن تكون هادئة، نلحظ كيف ابتعدت المسافة، الكرة كانت بقدم اللاعب الياباني، ثبت الكرة أو قذف بالكرة قليلا، حرك الكرة باتجاه زميله وذهب متحركا، وطبعا هذا النوع من اللعب حتما سيرتكب مخالفة عندما يذهب يلتف، هو هنا لا يمتلك فرامل لإيقاف تحركه، وبالتالي هو تأخر عن الكرة بعيدا عن الكرة، تحرك بعيدا عن الكرة وأفسح المجال لزميله للتسديد وصدم اللاعب. نلحظ هذه اللحظة، هذه اللحظة هنا عودة بالجسم وصدم بالجسم أي دفع بالجسم من الخلف، هذه دفع بالجسم من الخلف نلحظ، فأبعد المدافع عن إمكانية تحركه باتجاه لاعب الكرة أو الكرة التي توقفت أو لمست أو تحركت باتجاه المهاجم الآخر. أنا أعتقد بأن طبعا حالة صعبة أيضا في عملية التقييم والتقدير، لكن أنا أعتقد الخطأ دائما كما ذكرنا نعود ونذكر الحماية، أن تتحرك دائما، أن تكون قادرا على لعب الكرة،
أن تتحرك باتجاه، طالما الكرة تتحرك فأنت تتحرك معها وتحافظ على مسافة اللاعب. أما عندما تلعب الكرة باتجاه وتذهب باتجاه آخر فتقوم بعملية صدم، فهذا يعتبر عملية دفع وليس حجز، ليس ركلة حرة غير مباشرة، إنما هو دفع، وبالتالي هي ركلة حرة مباشرة وليس غير مباشرة، وبالتالي أنا أعتقد لم يكن تقدير سليما في تلك اللحظة. الحالة الأخيرة وهي حالة طرد نديم الصباغ 100% طرد صحيح. نديم صباغ كان مندفعا، اللاعب الياباني لم يحرك الكرة، كان مندفعا وكان متحمسا، كان حريصا على أن يبدد الوقت أو يحصل على الكرة. اللاعب لم يحرك الكرة، الكرة ركلة حرة ثابتة لم تتحرك بعد، عندما تتحرك من حقه أن يتحرك. إذن عندما تحرك وذهب، ليس ذهب فقط لتأخير اللاعب، إنما ذهب باتجاه حتى ركل الكرة الثابتة التي لم تتحرك ولم تلعب بعد، وبالتالي الإنذار كان صحيحا وواقعيا، ولذلك استحق الإنذار الثاني والطرد. جمال، يعني ما رأيك بقرار الحكم بإنهاء المباراة والكرة في قدم لاعب سوري يلعبها باتجاه منطقة الجزاء؟ يعني هو لا شك هو الحكم الميقاتي الوحيد كما نذكر، وهو يستطيع أن ينهي المباراة بأي لحظة، لكن يعني بالإدارة، إدارة المباراة، يجب أن من الأفضل أن لا يكون لفريق يحتاج أن يحقق تعادل عسير. طبعا هذه إدارة وليست قانون. القانون يقول يوقف المباراة في أي لحظة ولا تمدد ولا تعطي أي، إلا في حالة وحيدة فقط عند تنفيذ ركلة الجزاء. أنا أعتقد كان يعني أحرى به أن يعني يتيح الهجمة لتنتهي ويطلق صافرته، هذا سيكون أكثر رضا وأكثر استجابة. جمال، يعني بكل حيادية، عكس ما يظهر أن ضربة الجزاء السورية مثيرة للجدل كانت هي القرار الصحيح الوحيد في الأهداف الثلاثة، بينما جاء الهدف الياباني الأول نتيجة خطأ والهدف الثاني نتيجة ضربة جزاء مشكوك فيه. صحيح، إضافة للطرد كما ذكرنا، الطرد وهدف الأهداف السوري كان أو ركلة الجزاء للفريق السوري. لكن يمكن القول أن هذا فريق عربي آخر يتعرض للظلم التحكيمي يعني بعد الكويت أو الصين. يعني نحن رغم شجاعة الحكم في تماما يعني أنا طبعا أتمنى طبعا نحن في هذا المكان دائما أكيد أن هناك أحيانا تتعرض بعض الفرق للظلم، لكن بطبيعة الحال يجب أن نتقبل ذلك. والشيء الآخر والمهم أننا يجب أن نبحث عن أخطائنا نحن قبل أن نبحث عن أخطاء الآخرين. هذا مؤكد، لكن نحن في فقرة التحكيم نحاول أن نقيم الأداء التحكيمي ونتحدث عن التحكيم، والحديث الحقيقة عن التحكيم الآسيوي حديث طويل وحديث متشعب. أنا أعتقد عملية الاختيار لهذه المباراة مباراة غاية في الصعوبة، وهي مفترق طرق لكلا الطرفين لكلا الفريقين. أنا أعتقد كانت تحتاج لحكم أكثر وزنا من الحكم حسن تركي، رغم أن في كثير من الأحيان أدى أداء جيدا. كابتن جمال شريف، محلل تحكيم في الجزيرة الرياضية، شكرا لك. الآن يمكن أن نتحول لرصد بعض ردود الفعل الجماهيرية، بالذات الجماهير السورية. كامل نجمي موجود في دمشق أيضا.